اكثر حاجه كتعذبني هي فاش كيقول لي شي تلميذ مدام جو بو بلو، مدام انا مكلخ وهادشي ما كنفهملوش، مدام هادشي اللي عطاني الله و ما فاتني بزاف، واخا تعيا تقولي لي راه داك اللي احسن مني راه احسن مني كيبقى ديما وغادي يبقى ديما فايت عليا وانا ديما غنبقى الله. علاش كتقولوا هكا؟ علاش؟ واش نحن تولدتي انت وهو؟ واش هو تولد بعقل وانت ما عندكش؟ واش هو تولد بدسيلو زيتي بعلك في دماغك وانت لا؟ علاش علاش تولدنا كيف كيف بنفس العقل؟ غير هذاك عرف كيفاش يديفلوبي ويخدم على راسه، ولكن انت ما عرفتيش، ولا مثلا ما عرفتيش كيفاش تخدم على راسك. كاين اللي كيعرف كيفاش يحفظ، كاين اللي غير كيفهم وكيخدم، كل واحد وطريقته وكل واحد وكيفاش كيخدم راسو. خصك غير تعرف وتكتشف راسك وتعرف كيفاش تخدم. آمن براسك، آمن بقدراتك، وما تحبطش. ما تفهمش انسان مامول، واحد لا مامول البارح يبعثلك وتقول لي بنتي جابت 10 في الجهه وحيت عندها شي مشاكل ودابا في الباك ما قداش تخدم وهي كانت من الاوائل. داك المشاكل فاش وقعوا راهم كانوا واحد السبب، حيت ربي كان مكتبهم. سمعوني، علاش نتوما محبوطين؟ علاش انت كتقول انا ما نقدرش؟ اش هذاك احسن مني؟ اذا انت كتقول هذا الشيء، اش خليتي الناس اللي فيهم السرطان، اللي وليدات اللي كيمشيو عندهم فيهم السرطان كيموتوا، وكتشوف انت في خورة عندها 6 سنين وكتقول لك انا غنكبر وغنتزوج وغندير وغنكون طبيبه بحال هادو اللي كيعالجوني. اش خليتي الوليدات اللي تخلوا عليهم والديهم تشد من بعدهم وهكاك عندهم امل انهم يكبروا فاش كنخدموا معاهم، عندهم امل انهم يشدوا الباك ديالهم ويمشيو بعيد. وليدات اللي متخلين عندهم في الخيريات وعندهم انا 18 عام فيها كيخرجوا، وهاد العام عندهم الباك وعندهم 18 عام، دونك بيف غادي يشدوا الباك ديالهم غادي يقول لهم سلام، وعندهم امل انهم يجيبوا رقم ودافع انهم يمشيو يقراو ويكملوا وخايفين انهم يكونوا على النص. اش خليتو التلامذة والناس والطلبة اللي يدوزو لي كونكور العام الاول والعام الثاني والعام الثالث بحال ميدسين وما كتبلهمش الله ولقاو راسهم ما هما قراو في شي فاكولتي، ما هما كاع ما جابو حتى شي حاجة؟ اش خليتي لهاد الناس؟ فهمتش؟ الامل في الله غدا هيكون احسن. شي موتو كلهم قطع لهم يديهم ولا كتوقع لهم شي اكسيدون حتى لينا هاد الوطن. بزاف د الاشكال بحال هكا كنلقاو، وخا هكاك ما كيستسلموش وكيقولوا ما كتبتش هاد العام الخير اللي مختاره الله. ما فهمتش انا والله ما بقيت فاهمه والو. عندكم كل شيء، والديكم الحمد لله موفر لكم على قد استطاعتهم، موفر لكم على قد اللي عندهم الحمد لله. علاش ما تقولش هكذا؟ علاش ما تقولش بان غدا غادي يكون احسن؟ علاش ما تاخذوش الريهام دراسكم وتقولوا انا قدها وقدود وانا نقدر نخدم، انا قدها وقدود وانا نقدر نجمع راسي من دابا ونبدا نخدم. امنوا براسكم، امنوا بقدراتكم، امنوا بان اللي عطاها لك الله والعقل اللي عندك راه انت الاخر اللي احسن منك. امن بقدراتك، شوف كل صباح راسك في المرايا وقول غدا غادي يكون احسن، غدا غادي يكون احسن. شوفوا راسكم في المرايا كل صباح وقولوا انا احسن من هذاك اللي سابقني في القسم، انا احسن من الولد القاسم، انا عندي القدره انني نكون احسن منه، انا عندي القدره انني نفرح لميمه، نزرع لها الابتسامه. واش حرام ولا قليل في حقها انكم تفرحوها؟ واش حرام عليكم ان قليل في حقها مش هي مقصره من جهتكم شي حاجه باش ما تفرحوهاش وتعطوها ابسط هديه؟
انكم تفرحوا وتخليوا هاد التبهه قدام الناس وتقول شوف ولدي ولا شوف بنتي، واش ما تقدروش تشدوا الرهان ضد راسكم وتخدموا على راسكم وتامنوا بقدراتكم وتخدموا وتقولوا انا قدها وقدود؟ واش صعيب عليكم انكم تحمروا وجه والديكم؟ واش صعيب عليكم انكم تهزموا هضره الناس؟ الناس اللي ديما فوقاش ما يتلاقاوكم يقولوا لكم سير المكلخ، سير اللي ما عندك حتى شي حاجه، اللي قرا وطفروا سير المكلخ، انت فينا توصل؟ تليتك داركم، تليتك هتجلس حدا والديك، تليتك تشد واحد دبلومه تجلس، اولا انت ما تبقى مكلخ، شدير بالماط، شدير بالفيزيك، شدير بالقرايه. هذوك الناس اللي كيقولوا لك هكا، علاش ما تهزش واحد الرهان ضد راسك وضد نفسك وتنوض وتقرا ونبات ونطحن ونذبح ونصلخ في التمارن، نطحن ونذبح ونصلخ في التمارن هكا، ونخدم ونخلي املي في الله ونقول عمر غادي نقول بانه مشى الحال، حيت حتى شي حاجه ما مستحيله وكل شيء كاين وكل شيء يقدر يحققه الانسان الى عرف كيفاش يخدم والى جاغ وقته والى خدم في الوقت المناسب. مازال قدامكم الوقت والحياه يلا في البدايه ديالها، وانتم في اول الصعوبات ما تقدروا ما تقولوش نوقفوا. مشاكلنا ولدو وزنا الحمد لله حتى واحد ما دوزوه، وهكاك اما نقصنا ولا قلنا صافي غنحطو يدينا، اما نحط سلاحي وهادشي اش ما نخليش ولاد الشعب يحطو سلاحهم؟ علا تحط سلاحك؟ شكون هذاك؟ واش هذاك كاين شي واحد حسن منك؟ واش الله سبحانه وتعالى خلق شي واحد حسن منك على الكره الارضيه؟ لا، دونك خدها رهان، امن بحضرتي وامن بالله وامن بقدراتك، وقول انا قدها وقدود، انا قدها وقدود وحتى شي واحد ما يقدر يفوتني، وخدم. هاد النهار جيني صعيبه، غدا تكسر، غدا تقول صافي فشل، ولكن ما خصكش تحط سلاح، حيت تما هي بدايه النجاح. فاش كنحسو بالفشل كنحسو بالعيا، كنحسو بالكآبه، هذيك هي الحلاوه، والله العظيم هذيك هي الحلاوه. حيت فاش تالي مشات تشوف الدبلوم ديال قدامك، والله العظيم الا كتفرح واحد الفرحه بوحدها، واحد القيمه وواحد المكانه كتولي عندك، كتمشي كتباها بعدو من دراري الشنقه، بعدو من الدروبه، بعدو من هاد السلب الكامل، وخدم وقرا وخا يضحكو عليك ويقولو لك من هذا كي ولا وبنيته ولا بغاو اللي يقولوه، مشغلكش، خدم وقولهم انا هنكون حسن منكم، انا احسن منكم، ونهار نجيب الدبلوم ديالي ونشوف فيهم ونضحك وبواحد الابتسامة جميلة وتحس بواحد الحلاوة، حيت هما مازالين في الدروبة وانت هتكون عتقتي يديك بيديك وبنيتي مستقبلك وبنيتي حياتك. ما تقولش انت مكلخ، حيت لو قال شي واحد فيكم انا مكلخ، خصكم تجلسوا مع خويا ويقول لكم بانهم كانوا كيقولوا لي انت اكلخ انسان على وجه الكره الارضيه. ما كاينش اكلخ مني صراحه، واحد ما عرفتش مي ما كنتش كنعرف نخدم، واحد لبقيتها جمعت راسي، ما احتاجيت احفز بيه حتى شي واحد، حفزت راسي براسي وامنت بقدراتي وامنت براسي وخدمت وسهرت ليالي وبكيت وتأدبت وشتو حنا خليك يضحكوا عليا، وقلت ماشي مشكل، قلت هنكمل شو سكوبو حتى نوريهم شكون انا. الحمد لله نهار شدي الدبلوم ديالي في يدي الفرحة كانت مدوبلة، والناس اللي كانوا كيحتقروني وليت حسن منهم ولو كضربوني ألف حساب بحساب مبقيتش كنديها فيهم. عرفتي علاش؟ حيت الضرب قال نجاح كنمشيو فيه غير بوحدنا، دونك خاصك تكل على راسك وعلى الله سبحانه وتعالى، جمعوا الوقفة سهروا وخدموا وكدوا وحيدوا حتى كل التليفونات، بيكون غير الخير، امنوا براسكم،
آمنوا بقدراتكم، فيقوا كل صباح وقولوا هاد النهار يكون حسن من اللي قبل منه، وخدموا على راسكم وهتشوف واحد الحلاوة غادي تحسوا بها في حياتكم كلها. نهاركم مبروك.